بمناسبة مرور 25 عام على تأسيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نوجه التحية إلى كافة العاملين والقائمين ومدير المركز الأستاذ بهي حسن، مجلس الإدارة، كل طواقم المركز على إنجازهم، على عملهم، على الجهد المثابر الذي يقومون به. هذا مفخرة ودرس للحركة الحقوقية العربية، درس للحركة الحقوقية العالمية، وإضافة نوعية أخرى بصراحة، خاصة في ظل هذه الظروف التي يواجه فيها المركز وتواجه فيها الحركة الحقوقية العربية والعالمية، إغلاق المجال والمساحة والملاحقة والمضايقة. هذا يعكس تماماً أنه العمل في هذا المجال هو ليس وظيفة، وإنما إيمان وقناعة في الدفاع عن سيادة القانون وعن حقوق الإنسان، وباعتقادي المطلق أنه المركز يحقق هذه الرسالة الإنسانية والحقوقية في مجالات عمله المختلفة، سواء كانت البحثية أو المناصرة أو اللقاءات أو كل مجالات العمل، وهو إضافة نوعية نعتز بها ونفتخر. فإليهم جميعا، إلى الصبايا والشباب في هذا المركز، تحيات مؤسسة الحق، تحيات العاملين والموظفين في فلسطين وخارج فلسطين.